العام بالفعل أوروبا اكتشفت أنها تعيش نقص كبير في حالة نشوب حرب داخل أوروبا، نقص كبير في الأقمار الصناعية ذات الاستعمالات العسكرية، نقص كبير في الطائرات المسيرة، نقص كبير في الطائرات التي تزود المقاتلات جواً بالبنزين، نقص كبير في الناقلات رغم أن أوروبا نجحت في إنتاج طائرة مهمة النقل عن طريق الباص ألا وهي AM400، لكن غالباً أوروبا تتجه إلى التزود بالطائرات الأمريكية. نقص كبير كذلك في التنسيق، رغم وجود وكالة أوروبية للأسلحة نرى أن كل دول أوروبية تتجه فرادى نحو السوق الدولية. مثلاً إيطاليا ستقتني 90 طائرة F-35 وليس رافال أو الطائرات البريطانية. مثلاً برمجت هولندا اقتناء 70 طائرة F-35، بل أن بولونيا اتجهت تجاه الأمريكية المحضر عندما اقتنت نظام باتريوت $5 مليار واقتنت أكثر من 240 دبابة أبراهامس واقتنت كذلك طائرات F-35 من 30 طائرة. إذن رغم وجود وكالة هناك خيار تنسيق. أكثر من هذا، عندما قال ماكرون في استجواب لجائزة ليكونوميست الإنجليزية سنة 2019 وقال بأن الحلف الأطلسي يمر من موت سريع، كان الجواب سريع على ذلك عن طريق وزير الدفاع الألماني، وقال تكامل الاقتصادي نعم لكن الاستقلال الاستراتيجية من المستحيلات، وأعطت مجموعة من الحجج. قالت بأن الميزانيات الدفاع الأوروبية جميعاً لا تتعدى 240 مليار أورو، في حين ميزانية الصين لوحدها 227 مليار أورو، والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 700 مليار دولار. إذا أوروبا لا تستطيع لوحدها إيجاد غطاء عسكري دفاعي على مستواها الاقتصادي أو التكنولوجي. أولاً قبل كل شيء، منتدى أصيلة عودنا دائماً على تنظيم مجموعة من الندوات اللي كيكون فيها نقاش عميق، ونقاش اللي كيشاركوا فيه مجموعة من فعاليات سواء كانوا وزراء أو مفكرين. منتدى أصيلة لم يعد له فقط إشاع مغربي أو وطني، بل له أصبح له إشاع كذلك دولي. اليوم جينا باش نشاركوا في مائدة مستديرة اللي غتعرض النظام الدولي والحرب في أوروبا. طبيعة الحال الجميع معني بما يقع في أوروبا، الجميع معني بالحرب الأوكرانية الروسية، نعتبرها إحدى أهم وأصعب التعقيدات اللي غتعيشها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك هذا التفاعل أساسي اللي ربما غادي يسمح لنا جميع أننا نتبادل وجهة نظر، وربما لما لا نستوعبوا هاد التعقيدات باش يكون التفاعل المستقبلي معها من منظور عميق وليس من منظور التقاط بسيط الأشياء. وحان الوقت لاعتماد أدوات جديدة لا يرغب أو لا ترغب معظم الدول العربية إن لم أقل كلها في اعتمادها. هذه الأدوات تعتمد على أولاً تنمية العنصر البشري، ونحن لا نملك العنصر البشري، وأدواتنا أنظمتنا التربوية أنظمة عفى عليها الزمن، تنمية مؤسسات سياسية حقيقية، تطوير أنظمة اقتصادية تعتمد على الكفاءة والإنتاجية ولا تعتمد على المال الآتي من النفط وحده، وأيضا تنمية أنظمة فيها مواطنة متساوية للجميع. حان الوقت في العالم العربي كي نعطي مثلاً المرأة حقوق متساوية للرجل في كافة المجالات. هذه مناسبة سنوية أصبحت مناسبة هامة يجتمع فيها ممثلون عن مختلف مناطق العالم للحديث عن التحديات الحالية التي تواجه كافة هذه المناطق. بطبيعة الحال اليوم نتحدث عن الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مختلف مناطق العالم، من ناحية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والبطالة والتضخم،
كل هذه الأمور تواجهها ليست دولة معينة فحسب بل كافة ربما دول العالم. ما هي السبل الأنجع لمواجهة هذه التحديات؟ هي من الأمور التي سنبحثها في هذا الموسم. إنه بالفعل موضوع الساعة، ما يحصل في أوكرانيا وحول أوكرانيا يؤسس ويؤشر على تبلور نظام عالمي جديد ما زلنا في بداياته، وهذا ما سنناقشه في هذين اليومين. ما هي قواعده؟ ما هي سماته؟ كيف تتشكل العلاقات بين أطرافه المختلفة؟ نظام يحمل تحديات عديدة، نتحدث ربما عن تبلور نظام حرب باردة جديدة ولكن بقواعد وأنماط علاقات جديدة، وهذا ما من الأمور التي سنعالجها اليوم وغدا. سأبدأ بأمر قد يبدو بعيداً له حين رصدت أو انشئت القائمة للكتب 50 كتاب الأكثر قراءة ومبيعاً في العالم في حوالي 50 سنة الفائتة. جاءت على رأس القائمة رواية البحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست، على الرشاش دي تان بوردو. وكانت هذه الرسالة في الحقيقة، رغم أننا لا نتحدث عن الأدب اليوم، مرتبطة بمقولة جاءت على لسان السيدة كريستين لاجارد وهي رئيسة لصندوق النقد الدولي في يوم من الأيام. أنها قالت أن العالم بصدد أن يرى عقدا مفقودا، عشرية سوداء في الاقتصاد. قالت هذا قبل عدة سنوات، وأعتقد أننا نحيا أو نطل الآن على هذا الزمن المفقود على نحو ما بشكل نستطيع أن نحدده أنه سيكون هذه العشرية بين 2020 و2030، ولهذا أسباب مرة أخرى. عودة إلى سبب نشط القضية على أرضية الاجتماع السياسي، أن يقال أنه إذا تحدثنا في الاقتصاد لا تستطيع أن تبني قصورا اقتصادية على تربة سياسية رخوة، وبالضرورة لا تستطيع أن تبني قصورا سياسية على تربة مجتمعية رخوة، وبالضرورة لا تستطيع أن تبني قصوراً مجتمعياً على تربة إنسانية رخوة. فالمبتدأ والمنتهى الحقيقة في كل ما نرصده وكل ما نتحدث فيه